عبر الفنان عمرو سعد عن حزنه الشديد لكل المشاهد اللي انتشرت مؤخرا، حيث رفض الأهالي في إحدى القرى دفن جثمان طبيبة مصابة بفيروس كورونا في مقابر القرية واجتمعوا لمنع الدفن. فأعلن عمرو سعد عبر حسابه على الفيسبوك فتح مقابر عيلته لجثث الأطقم الطبية، وقال خلال الفيديو: أنا بقدم وبعلن أني مدافن العيلة الخاصة ملك لكل طبيب وممرض وعامل من الأطقم الطبية المواجهين لكورونا، وبعلن ده وهعمله. أي حد من أسر الأطقم الطبية يبعتلي ولن أتردد لحظة، ومستعد بإيدي أشيل النعش وأساهم في الدفن بإيدي. غير معقول اللي قريته وسمعته، شيء مخيف وغريب أكتر من كورونا والفيروس. إحنا وقت الحروب ما كناش كده، مش ممكن تكون دي أخلاقنا؟ حاجة غريبة جدا جدا علينا. والأغرب إنك بتقول لا لجثمان ست قدمت روحها بكل شجاعة وبكل قوة لمواجهة فيروس كلنا خايفين منه.